بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، صلى على الحبيب قلبك يطيب. النهارده حبيبي بقى الروتين مسائي. انا قصدت النهارده اعمل لكم الروتين مسائي ليه؟ طبعا انا على طول بحب اصور لكم في ضوء النهار كده، اللي هو الشمس كده اول ما اصحى من النوم اطلع اصور الساعه 7 الساعه 10 الظهر بالكتير قوي كده، لما مثلا ابدا اصور معاكم بحب الضوء بحب الشمس، ان انا عشان تبقى الاضاءه بالنسبه لكم كويسه. فطبعا انا الصبح طول النهار انا بفضل مثلا لو طلعت مره او اتنين بخرط لهم برسيم وببشر لهم بطاطا، عندي عيش بحط عيش، عندي رده بحط بزياده، ما عنديش بسيب العلفه اللي هي العلف او القمح او ايا كان من حاجات الدشيشه والحاجات ديت، بسيبها احطها اخر النهار لما بيتهم كل حاجه في عشتها بحطها له، عشان يفضل العلف والحاجات ديت في الحر يفضل ان انت تحطها لهم اخر النهار عشان السموم طبعا وما يسخنش جسمهم والحر. حتى برضو نفس الكلام للارانب. فالمهم النهارده قلت ايه اصوره معاكم روتين مسائي، عشان بعض الكومنتات جات لي لا لازم تاكلي الفراخ بتاعتك دشيشه ورده علف، لازم تاكلهم دشيشه مش عارفه قمح شعير. يا جماعه والله هو احنا الفيديو اللي انتوا بينزل لكم في يوم دوت، انا كل يوم بنزل لكم فيديو، يعني انا بطلع الفراخ مره واحده، مين بيطلع الفراخ مره واحده؟ شايفين الفرخ اصلا؟ بصوا من كتر الاكل، بصوا الحصوله بتاعتها مركونه على جنب ازاي، يعني احنا بنطلعش مره واحده، ممكن نطلع 3 4 مرات كمان في اليوم، يعني مش المره اللي انتوا بتشوفوها في الاكل دي ده مش الاكل اليومي بتاعه، مش المد مش الاكل كله اللي بياكلوه طول اليوم. فاحنا بنطلع مره واحده بنصور لكم، انما باقي النهار مش هنقدر نصور لكم كل شويه، وممكن اطلع الصبح اصور لكم واقوم مطلع العصر اصور لكم مطلع اخر النهار زي دلوقتي اصور لكم، لا هيبقى الفيديو طويل جدا جدا عليكم. فاحنا بنختصر كده في الوقت ونخلي لكم الفيديو بتاع مره واحده بس، ايا كان بقى الروتين مسائي او الروتين صباحي. فانا قصدت النهارده ان انا اعمل لكم الروتين مسائي عشان اوريكم انا ببيت. طبعا هو خلاص المغرب هتأذن، انتوا شايفين الجو اصلا عامل ازاي، مع ان ما بحبش اصور معاكم المغرب كده، بس والله عشان خاطركم انتوا. طبعا انا النهارده طول اما طلعت طبعا انا جبت الارانب الصغننه من هنا، بسم الله انا بسم الله اللهم صل على النبي ما شاء الله. انا الارانب الصغننه ديت هي والبط طول النهار وهم في العشة بتاعة الرومي اللي ببيت فيها الرومي هنا، وبحطت لهم العلف والبرسيم والمية وقفلت عليهم. بس صراحة لما جيت دلوقتي كنت هدخلهم اطلعهم في السلايكة. طبعا انا جيت بالليل لما البط اللي ببيته بس في السلايكة، انما الارانب خفت على رجليها جدا لان لسه ضعيفة وبتسقط من السلايكة كده. فطبعا الارانب جيت بالليل سيبتها في قلب الاوضة كده مع الارانب الكبيرة زي ما انتم شايفين، انما البط بحطه في السلايكة ماشي. فطبعا برضو طول حتى بشوف الاكل، يعني الارنب الكبيره انا ما طلعتهاش النهارده صراحه، الجو لقيت الجو ولعه، الجو كان صهد جدا النهارده بره، فقلت نسمت لهم الاوضه كده وحطيت لهم البرسيم والاكل بتاعهم هنا وقلت خليهم هنا. بصوا هيتجننوا حتى ويطلعوا اهو، انا مش هطلعهم لان هبيت على كده، هسيب الارنب الكبيره انا دخلتها هنا، الارنب الصغيره اسفه الارنب الصغيره باجي من الليل لليل احطها معاهم هنا، والبط بحطه في السلاكه، انما باقي النهار زي ما قلت لكم بطلع كده الصبح بدري امسك الارنب الصغننه بتاعتي مع البط واحطهم جوه في الاوضه بتاعه الرومي. الارض بقى واوضه بتبقى رطبه، يعني ايه الحركه ليهم احسن زي ما انتوا قلت لي طبعا. بس ادي هنا اهوت، وهنا طبعا زي ما انتوا عارفين انا الوز ما بقتش ابيته في الحته دي، حسيت ان هي برده صغننه عليهم اهي، الحته دي كنت ببيت فيها الوز ما بقتش ابيت الوز صراحه مش هيطير وما فيش خوف عليه، بسيب الوز على السطح كده عادي، انما الرومي ببيته هنا. وعندنا كمان البطايه اللي رقد، هي رقدت خلاص النهارده بس انا ما رضيتش اطلع الدكر الصبح من عندها، قلت عشان تبقوا معايا واحده بواحده اهو اطلعه دلوقتي اهو ما شاء الله، هي دلوقتي كده رقدت خلاص، الدكر ملوش اي لازمه معاه هنا عشان ما يشغلهاش ويقومها من على البيض، فانا دلوقتي هطلع الدكر وهكنس لها العشه اهو. شايفين بصوا مطرح الاكل، بصوا واقع الاكل اللي واقع في الارض اصلا ايه دي شيشه وبتاع ده رده، يعني المره اللي انتوا بتشوفوها اللي هي بتاع البرسيم العيش البطاطا البطاطس دي مش اكل اليومي بتاعهم، دي مره من المرات اللي احنا بنطلعها ماشي يا حبايبي. كده ما شاء الله البطايه بتاعتنا رقدت، هنخش برضو ننضف لها الدنيا كده ونسيب دكر البط بقى نطلعه بره عشان ما يشغلهاش
وهجهز الخلطة دلوقتي كلها بتاع الأرانب. أنا طبعا سبت لهم نص علو برسيم واحد بس، الشراشيب اللي قدام سبتها عشان أقلبها لهم على الخلطة. وبما باجي آخر النار كده بحط مثلا ردة الموجود عندي صراحة، يعني أنا بص ما بتحكمش، دي طيوري وعلى بيتي على سطحي أسفة، الموجود عندي بحطه انا ما بتقيتش. يعني شايفين بصوا في عيش ناشف بره اهو، بصوا برمي لهم عيش هنا سليم برضو، بيقعدوا يسلوا نفسهم بيه كده ويقعدوا يسلوا بيه ويقزقزوا كده في بتاع العيش الناشف. الموجود عندي صراحه بحطه، دي شيشه بحط، علف بحط، رده بحط، قمح طبعا عارفين ان انا جايبه من السوق وبحط، يعني الموجود بنحط. تعالوا بقى طبعا دلوقتي عشان الارانب، طبعا بصوا الارانب هتتجنن النهارده وتطلع، فانا طبعا ما نولتهاش اللي ببلع وطلعتها، فانا عشان اقفل عليهم وارق منهم احط اغير لهم الميه، وهنحط لهم شويه علف مع شويه برسيم كده مع شويه دشيشه، الخلطه اللي موجوده اللي انا هعملها للي بره بحطها هنا برضو ماشي. ونحط البط بتاعنا في السلاكه ونحط له الميه والعلف بتاعه عشان نرق منهم ونقفل عليهم. ماشي يا حبايبي؟ ماشي تمام كده تمام، عشان ما حدش يخش في الكومنتات ويقول لي اكل يوم دشيشه، اكل يوم رده، اكل يوم مش عارفه ايه. انا والله عارفه ان انتوا خايفين عليهم وعارفه ان انتوا تهمكم مصلحتي، بس انا النهارده حبيت اصور معاكم الروتين مسائي عشان بس ابين لكم حاجه مش واصله لكم ماشي. يعني شايفين بصوا الكرتونه اللي عندي دي، الكرتونه دي الاكياس اللي فيها مليانه، اكياس فيها رده واكياس فيها علف واكياس فيها دشيشه، وبصوا على العشه هنا العلف والدشيشه، بصوا البلاستيكيه دي يعني خلطة برضو كده معمولة، كنت حطيت لهم منها حاجات بسيطة جدا الصبح. يعني الحمد لله الخير موجود، ولو مش موجود ده الطيور دي بتاكل يعني فضلات البيت زي ما بيقولوا كده، ما اسفة في الكلمة، يعني لو شوية رز بيتين عندك هياكلوا وهيشبعوا منهم. فبس ده اللي كنت حبيت ان انا اوضحه لكم عشان كده اصور لكم الروتين مسائي. هنجهز احنا بقى دلوقتي شوية البرسيم، حتى البرسيم انا مجهزاه اهو، نحط شوية بس هنرمي لهم بس شوية هنا، هما سايبين برسيم قدامهم هناك اهو، هحط لهم شوية دشيشة وهحط لهم عيش ناشف والمية والردة، هحط لهم خلطة كده هوريها لكم لما احطها، وهحط البط مكانه في السلاكة وهوريكم برضو العلف اللي هحط. انا حطيت البط بتاعي هنا في السلاكة اهو، وهنحط له الميه. ايوه يا بتاعت لوى ده لقى نص الميه في الارض. شوفوا الارانب لما سبت لها الباب ما صدقت انا عشان بقعد ادور عليهم كتير، بس نحاول ندخلهم كده على طول. يلا حبيب خش جوه جوه، بسم الله. تعالوا بقى نحط العلف، نقفل الباب معلش بقى الاضاءه ايه تبقى مش تمام، بس عشان الارانب ما تطلعش بره. عدوني اهو، بسم الله. عشان احط لهم الحي اهو، نحط لهم حبه تاني بس كده، الميه والعلف للبط ده اللي ببيت عليه. طبعا انا جربت معاه القمح لقيته مش هياكله دلوقتي، فطبعا بحط علف فقط بس، ده اللي ببيت عليه البط بتاعنا في السلاكة، علف ومية ماشي ماشي. وطول النهار طبعا بيبقى صراحة برسيم مع علف. والأرانب الصغننة كان في، هو راح فين؟ استنى اخش اجيبه من جوه. انا جبت الطبق ده كان في العشة جوه اهو، في العلف الاخضر، ودي خلطه اهي انا حطيت لهم برسيم مش هحط تاني، ممكن شويه تاني اهو. ادي الخلطه اللي ببيتهم عليها، الفول ده صراحه قشر الفول ده جديد، اهي بصوا قمح وتشيشه ورده وعلف، اهي الخلطه قدامكم اهي، وقشر الفوق اهو شايفين، دي الخلطه اللي ببيت عليها الطيور. ادي الارانب، قشر بطيخ على بطاطا هنرمي لهم برضو ايه شويه كده.
بس ادي الخلطة اللي ببيت الطيور بتاعتي عليها. شايفين البط ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين ممكن ازود لهم، بصوا انا حسيت ضميري مأنبني كده ان العلف قليل، هخش ازود لهم شوية علف ادام هياكل. ادي العلف اهو، هسيبهم بقى ياكلوا وهقفل عليها. كده الارانب بتاعتنا مش ناقص غير ان احنا بس ايه نحط لها الميه ونقفل عليها ونسيبها ان شاء الله. شايفين والله لو احنا اللي هنرصهم الرصه دي مش هنرصهم زي ما هم واقفين كده. هزود بس ميه في البرام هنا عشان الصغيرين. ادي بقى الميه كده، حطينا لهم الميه والبلاستيكيه هنا فيها ميه اهي. بس انا دلوقتي لما ببيتهم بالليل بسيب الباب مفتوح عشان الارانب الصغننه اللي جوه دي. شايفين ما شاء الله. هنطلع دول ناحية الأكل كده عشان ياكلوا بس. تعب؟ طب خليك انت كبير وهتعرف توكل نفسك. بسم الله. بياكل في البطاطا يحسبها جزر. كده الارانب خلاص بيتناه، هنسيبها. دول شبعانين. هتطلعي بره بقى، الفراخ بتخش هنا بس بتقلي بالاوضه. يلا بره بره كده هنقفل. بصوا هنقفل على الارانب والبط كده تمام. ارمي بره في الشقه الناحيه الثانيه. بس هنحط برضو ايه شويه اكل وشويه خلطه هنا للفراخ بتاعتنا عشان نبيتها. انا النهارده ما كنستش صراحه، هو الصبح مش وسخ قوي يعني. بس ادي كده الفراخ هنبيتهم على دول، وادي الميه بتاعتهم. بس قبل ما نبيتهم بقى عايزين نشوف ايه في بيض ولا لا. بسم الله. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ ايه ده؟ ايه دي؟ بيض التعبان دي ولا ايه؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جايه منين دي؟ ايه دي يا جماعه؟ حد يعرف بيضتي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش معقوله يعني تكون بيضة فرخ. شايفين؟ والله انا حاساها بيضة تعبان مش عارفه ليه، بس التعبان هيخش بيضة مع الفراخ.
انا مش عارفة ايه ده. الحمد لله. انا مش عارفة دي ايه. شايفين بيضة ايدي بقى، نحطها على الارض عشان تشوفوها. ايه دي؟ شكلها غريب قوي. بيضة دي يا جماعة، حد يعرف بيضة دي؟ معقولة تكون الرومية؟ استحالة استحالة. الرومية بيضتها اصغر من بيضة الفرخة؟ لا استحالة. هتطلع ايه دي؟ هتطلع نملة؟ شايفين عاملة ازاي؟ اهو الفرق اهو. مش عارفة ايه ده. اللي يعرف بيضة دي يقول لنا. انا ما عنديش فراخ الحجم ده، يعني فرخة حتى اصغر فرخة فيهم اللي هي دي، بس الحمد لله بيضتها بتبقى حلوة. يعني انتوا شفتوا البيض معايا قبل كده في فيديو الاسبوع اللي فات، الست فرخات برضه في نفس يعني في نفس اليوم الست بيضات، وشفتوا الست بيضات معايا. يعني بصوا دي اصغر فرخة عندي، يعني استحالة تكون بيضتها كده، استحالة استحالة. اللي يعرف البيضة دي بتاع ايه يعرفنا في التعليق. هي في الاخر هتطلع زنقة بيض عادي كده في العنقود بتاع البيض بتاع الفرخة عادي، هي مش على طول يعني هنلاقيها. بس انا هحط لهم برضو ايه شوية قشر بطيخ على شوية بطاطا، هما بيحبوها يعني. بس ادي اكل الفراخ بتاعتنا. هو هما اول ما يلمحوا الاكل هيخش، ولا احنا بس ندخلهم الشقة التانية اهو. يلا ما عندي 2 4 6 ناقص فرخ اهو. دي العلفة اللي ببيت عليها طيوري اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما تعرفوش من اللي بضل ما تعرفوش يا كساكتي من اللي بضل البيضة الصغننة دي. ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا نشوف ستتهم فين. بسم الله. الله مش هنا ولا هنا. امال راحت فين؟ طب هشوف عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم. انا دخلت الفراخ بتاعتي، بس ذكر البط طبعا انتوا عارفين ان البطيه رقدت، ومش هينفع ان انا اسيبه بره على السطح لان انا سايبه الوز، فهو هيقعد يعض في الوز ومش هيخلوهم يعرفوا ياكلوا، فهو واخد على الفراخ. فانا هبيته بس من ليل لليل مع الفراخ. انتوا عارفين انا اول ما بقوم الصبح بفتح لهم كلهم العيش عشان يطلعوا بره في الشمس. ماشي كده بيتنا الفراخ بتاعتنا وذكر البط. الوز بقى صراحه بنسيبه هنا على السطح، ما بقفلش عليه. احط له بس ايه، انا الوز عايز ايه برسيم، انا اقله بس شويه. هو في برسيم برضو ايه هنا اهو. هندخل دول، نحط برضو للبطايه للرومي عفوا شويه بطاطا بس ايه. ادي دي العلفة اللي ببيت عليها الرومي بتاعنا، نفس الخلطة بس ايه حاجات مختلفة، قشر بطيخ برسيم اهي. ادي الخلطة ايه ده اللي ببيت عليه الرومي بتاعنا ما شاء الله. حلله بس المية عشان يبقى كده ايه اكله جاهز وميته جاهزة ويشرب بقى ويأمتخ للصبح اهو. شايفين ما شاء الله. راح املا لهم الميه بقى. ادي كده الرومي بتاعنا، حطينا له الميه والاكل وهنقفل عليه. طبعا الوز انا بسيبه على السطح هنا زي ما قلت لكم ما بقفلش عليه. انا بشرت له تاني هنا بطاطا، وكان في مكرونه هنا كده بايته، وادي العيش. هجيب لهم عشان العلفه اللي هي القمح والدشه دي قليله عليهم هنا، هجيب لهم برضو شويه.
زودت له الدشيشه والعلف والخلطه هنا اهيت مع الميه كده، مش ناقص غير البطايه. هكنس لها العشه واظبطها وبقى اوريها لكم. وادي احنا داخل عشه البطايه اهي، هتتجنن على البيضه انا ماسكاها عشان عايزه ترود عليه. انا كنست لها العشه، وادي البيض يرد على 7 وفي 4 باظوا، يعني كانت هتبيض 11 بيضه. حلوين حلوين عليا، يعتبر تاني مره، لان اول مره اللي هي تعبت فيها دي، ردت 3 مرات وتعبت 3 بيضات وتعبت، دي تاني مره. هتطلع الميه هنا اهي، وهجيب لها دلوقتي شويه علف وشيشه هحطهم لها هنا. وادي العشه دي خلاص ردت على كده، حطينا لها الميه والاكل. هنا حطيت لها شويه علف على تشيشه. الحاجه اللي بترقد عندي ما بحطش برسيم، ما بحطش عيش مترنخ، اي حاجه فيها ميه عشان ما تدوتش، انا اسفه في الكلمه، عشان ما تحمضش، لان هم بيقوموا مره واحده بس في اليوم ينقروا نقرتين كده في الاكل ويرجعوا. الحاجه الرائده اي نوع طير رائد ما بياكلش كتير، مره واحده بيقوم وياكل، فيفضل الاكل اللي يكون محطوط قدامه يكون ناشف زي كده، دشيشه رده علف، انما ولا يفضل انتم ما تحطوش برسيم ولا عيش مبلول، ممكن عيش ناشف تدقيه ماشي ما فيش مشكله. بس كده هنقفل عليها. بس حبايبي ده روتين النهارده معاكم، اتمنى الروتين يكون عجبكم ونال رضاكم. احلى روتين مسائي معاكم مع احلى اخوات واحلى متابعين، نحبكم ودعمكم ليا ان شاء الله. عارفه متاكده ان انت هتحطوا لي لايك على الفيديو دوت. طبعا انا اسعدت بروتين المسائي معاكم، اتمنى ان انتوا تكونوا اسعدتوا بيه زي ما انا اسعدت بيه كده. فعجبكم الفيديو حطوا اللايك عليه، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس للكل، عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك وتقدروا تشاهديه وتتابعيني. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.